الشناوي، الشناوي لما بيلعب مع النادي الاهلي، حارس مرمى مصر، لما بيلعب مع النادي الاهلي صوته بيبقى قد كده. انا ببقى سامع صوته من وانا قاعد بتفرج قدام الشاشه، صوته واو. ليه مع المنتخب نايم كده يا شناوي؟ الهدف الاولاني كشش ايدك ليه؟ ما تفرد ايدك على الاخر. الهدف التاني الكورنر الاخير ده طالع مش عايز تفرد ايدك حتى. ربنا ستر الحمد لله. اداء عشوائي في الشوط الاول كالعاده، انا معرفش المدرب ايه تفكيره وايه فكرته. الشوط التاني روح عاليه ومهاره خاصه، مهاره خاصه من مرموش، مهاره خاصه من تريزيجيه، مصطفى فتحي، امام عاشور، مهارات خاصه. لكن شغل معمول في الملعب، انت عارف الشوط التاني ايه؟ يلا هوجه. وبانت الرجاله في الشوط التاني بصراحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اعملوا لنا لايك بعد اذنك. ربنا سترها، الهزيمه كانت هتبقى مصيبه، ربنا سترها. متشكرين لعيبه غانا، الهدف الاولاني اداها المرموش انفراد، الحمد لله متشكرين. الهدف الثاني الراجل دخل بيها جوه جوه وقال لتريزيجيه خدها من يا تريزيجيه وجيبوها جول، يعني الحمد لله هدايا منهم. لكن احنا توضيب ملعب، ما فيش وسط ملعب، انا ما شفتش اسوأ من كده. الشوط الاولاني حمدي فتحي والنني وامام عاشور، هنقول امام عاشور كان ني شويه في الشوط الاول، الشوط الثاني قرص على نفسه. لكن النني وحمدي فتحي ما تعرفش هل هم عشان معديين ال 30 سنه مش قادرين في 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 في, في الاجواء دي والرطوبه العاليه، ما فيش حاجه خالص، ما فيش ما فيش. الاثنين مفتوحين، ده الراجل اسمه اشيميرو رقم 8، ده ابو شعر، ده الراجل ده كان بيمسك الكره الشوط الاولاني يفضل يجري لغايه ما يوصل للشناوي. الحمد لله ان احنا تعادلنا في الوقت الضيع في الشوط الاولاني، يتصاب صلاح ويخرج ويجي فينا جول. ان شاء الله صلاح ترجع بالسلامه، انت نجم عظيم. احنا بس عندنا مشكله نعلف الناس جدا، ولما غلطه بسيطه نتبعهم. يا اخي لا تعليهم قوي ولا تتبعهم، يعني بالراحه، خليك بالراحه. لعبنا عشوائي، ان انا اكون محمد صلاح هو هداف الدوري الانجليزي وهداف عظيم من سنين، كبر في السن، احطه قدام يخطف له واحده في الشوط الاول واحده في الشوط الثاني وخلاص، زي ما بنشوف النجوم. انت بتدخل وسط ملعب، انت بتصعبها عليه وبتصعبها علينا، بتدخل صلاح وسط ملعب. طب صلاح في وسط الملعب لما يجي يكمل لقدام، راجل كبير في السن، هيكمل من نص ملعب 50 متر عشان يجيب جون؟ يبقى انت فقدت مهاجم وفقدت صلاح قدام الجون، وصلاح ما مش 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 هيلعب لك صانع لعب. صلاح بيمسك الكرة كتير، اهم حاجة هو مضغوط عصبي. انا من رأيي الاصابة دي هتريحه نفسيا، هيتعالج، لحقش الماتش التالت، لحق الماتش اللي بعد كده ان شاء الله يلحق، المهم بالسلامة. لكن انا شايف ان انا مش عايز الوم المدرب، لان هو ملعب المعلمين كلهم، تريزيجيه بس هو اللي كان بره ونزل. لكن يعني المعلمين اللي هم محترفين بره كلهم بيلعبوا، بس انا شايف ان في غلطه. باكين الطرف برضو غايبين عنك، عمر كمال كان احسن من كده، معرفش عمر كمال معرفش بيعمل ايه. محمد حمدي برضو غريب قوي. احنا من الاطراف تترفع علينا بسهوله، من النص، النص غريب، نص غريب، ازاي انت عندك في الاجواء دي والجو والرطوبه العاليه ازاي تلعب نني؟ نني ما بيلعبش خالص في الارسنال، وحمدي فتحي مش من اللعيبه يعني. حمدي ما اعرفش، حمدي فتحي ما اعرفلوش بصراحه، وخايف اتكلم عليه يطلع يتخانق معايا. لعب مروان ده يعني سن صغير ويجري ونزل بقى الكبير في الاخر. شفت تريزيجيه لما نزل فادك ازاي؟ مصطفى فتحي لما نزل افادك ازاي؟ يعني هنقول ايه؟ هنقول ربنا سترها، مش عايز افتري، لا ربنا سترها. النهارده الهزيمه كانت هتحطنا على جزيره شكوكو زي ما محمد صلاح في الاعلان. انا الشوط الاولاني تحس ان هم بتوع اعلانات نجوم المنتخب، لكن الشوط الثاني مش هقول لك ان في اداء فني، انما في روح مع مهارات. مهارات احنا ما جبناش الجونين الا من الاخوه بتوع غانا. لكن هتقول لي في بقى تكتيك وبتاع، ما فيش. انت باكينك من الماتش الاولاني باكين الطرف تعبانين قوي، ووسط الملعب تعبان قوي بصراحه يعني. لكن الروح بقى العاليه من امام عاشور، الروح العاليه من مرموش ومهاره مرموش مع تريزيجيه،
مع روح العالية لمصطفى محمد ومصطفى فتحي مهارته العالية، إنما شغل أداء فني ومدرب وحاجة تتقال زي ما شفنا الجزائر وشفنا المغرب. يعني لما شفنا المغرب في جبهات وفي شغل، الجزائر في جبهات وفي، أنا مش شايف أي شغل، بل بالعكس شغل منيل بنيلة إنك تدخل محمد صلاح في وسط الملعب. إيه الفكرة دي؟ إيه الفكرة؟ المفروض ما محمد صلاح أنت لعيب كبير يا محمد، تقول للمدرب لا أنت كده، قول له اقعد معاه، قول له أنا صعب عليا ان انا ادخل في دايره السنتر واجري 50 متر على المرمى. طب خلي واحد يصنع لعب، وخليني انا محمد صلاح انا هداف يا كابتن في الدوري الانجليزي، انا الهداف، خليني قدام. مرموش المكان قدام اتلعبت غلط، جري سجل هداف. على فكره انا قبل البطوله كنت بكلم ابويا ربنا يحفظه يا رب، قلت له قبل، قلت له في اتنين هيتالقوا في البطوله دي بتاعتهم، مصطفى محمد وعمر مرموش، قبل الافتتاح بيوم والله العظيم قلت مصطفى محمد وعمر مرموش البطولة دي بتاعتهم. سبحان الله، مصطفى محمد يسجل الهدف في الماتش اللي فات، النهارده مرموش من افضل لعيبة في الملعب، مصطفى يسجل ومرموش يسجل. وبعد بقى تقول لي ايه؟ عشان لما اقول لكم توقعاتي بعد ماتش ولا ماتشين كده تصدقوني. شكرا، اعمل لايك.